هلا رح نروح لفقرتنا التاليه ورح نحكي شوي فيها عن الصحه الجسديه والروحيه. وهذا الشيء بنلاقيه دائما باليوغا اللي هو طبعا مو بس رياضه، هي مهاره واسلوب حياه يمكن معروف من الاف السنين، وقدر من خلال طبعا الناس اللي بيمارسوا اليوغا انه يقدروا يسيطروا على حياتهم ويقدروا يمشوا بطريقه مختلفه. اكيد اكيد سلمى، وكلنا بنعرف يعني حتى الاشخاص اللي ما عندهم كثير اطلاع على ثقافه اليوغا، ولكن في معلومات عامه انه هي كثير بتحافظ على التوازن النفسي، بتخلي عنا ثقه بحالنا اكبر من خلال يوم التدريبات اللي بهدوء وريلاكس بهذا الجو المشحون. شايفت لك نحن بهذا الوضع بدنا نضل عاملين الحركه، عاملين يوغا كل الوقت. اكيد غير الشيء الايجابي اللي ممكن يستفاد منه الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه وقت اللي بيخضعوا لتدريبات من حدا مختص، اكيد حتكون نتائج ايجابيه. لنحكي اليوم عن اليوغا وعن هي الحركه اللي لازم كلنا اليوم نساويها، واليوم وبكره هدوا روقوا رح يكون ضيفتنا لليوم الكوتش سلام الخطيب. سعد صباحك. صباح الخير. رايقه والسعاده والرواق للجميع. شوفي الحركه شفتيها، تعلميها هي اول حركه سلمى. خلص انا بتعطيني كورس بعد الحلقه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. خلينا نبلش ونحكي اكثر عن مفهوم اليوغا اليوم، قد ايه اختلف وقد ايه دخل عليه ايضا تطور. بالنسبه لليوغا هي نظام حياه متكامل، جسد وفكر وروح، مثل ما تفضلتي انه هي مجموعه من التقنيات لحتى نوصل لمرحله من التوازن، من الهدوء، من السلام الداخلي. كمان بتعطينا قوه وقدره على التحكم بانفعالاتنا يعني وردود افعالنا ومشاعرنا تجاه الاشخاص والاحداث ايضا. طيب عم نحكي اليوم بشكل عام كمفهوم، اليوم اذا بدنا نروح للاطفال ونخص الاطفال ضمن مساحتنا، باي عمر اليوم نحن قادرين نوجه طفلنا لتمرينات اليوغا؟ وخاصه يعني بنسمع بيقولوا انه هي كثير بدها تركيز، والطفل بعمر ما بيكون مانه كثير مثلا انه هو قادر انه يستوعب من الاخصائي كيف حيكون بهذا التمرين. بالنسبه لليوغا اللي بيميزها عن باقي الرياضات انه هي الطفل فيه بلش باليوغا من هو جنين ببطن امه. كيف هلا نحن اي حركه جسديه الام بتقوم فيها تمام تعطيها حاله من التوازن والهدوء والراحه، فبالتالي رح ينعكس ايجابا على الطفل. والكلام طبعا المعاكس انه في حال كانت هي بحاله ما انا مرتاحه ستريس، هذا الشيء كمان رح ينعكس سلبا على الطفل. فبالتالي دائما نحن بننصح الام الحامل انه فعلا هي كمان تمارس اليوغا، لانه بتساعدها هي على الصعيد الجسماني والنفسي وبتساعد طفلة أكيد. وكمان في عنا بعض التمارين اللي بتساعد أيضا على تسهيل عملية الولادة مثل تمارين فتح الحوض. إنه اليوغا للسيدة الحامل قديه مفيدة، لكن في كتير ناس هلا بس يسمعوا حديثنا ممكن ياخدوها بمسخرة ويضحكوا ويقولوا شو يعني إنه جنين وبده يتعلم وكذا، وما اختلفنا من هاي اللي كتير بنسمعها للأسف. ولا صار السوشيال ميديا بيسمع مقطع من مقابلة وبيبلش يركب عليها قصة، مشان ما ندخل بهي التفاصيل لا نحن ولا أنت، خلينا ندخل فعلا جديا. يعني اليوم أنا عندي طفل بدي بلش علمه يوغا، أي سن بقدر وكيف؟ جديا رح ارجع ركز على الفكره حتى اللي بحب كمان فعلا مثل ما تفضلتي، نحن صار كتير في سجالات وقصص بتخص هذا الموضوع. تماما انه شو هذا الحكي ما له منطقي، شلون طفل بده يمارس يوغا وهو ببطن امه؟ نحن هذا الشيء نفذناه على ارض الواقع من خلال مهرجانات اللي بنقوم فيها تمام. فنحن فعليا في كان سيده حامل وهي قامت بعرض متكامل لليوغا، فالناس شافت على الارض ونشرنا هذا الشيء على صفحتنا كمان اللي بحب يرجع يطلع على هذا الموضوع أكثر. ففعليا هو في يبلش من هذا العمر لحد ما يستقبل الحياة، ونحن في عنا مركز خاص لتعليم يوغا الأطفال وتدريبهم، ببلش عنا في أطفال عم يجوا عنا من عمر 2.5 و3 سنوات لعمر 13-14 سنة تمام. فطبعا أكيد وفق برنامج معين وفق خطة معينة بينشغل مع الطفل. تمام. هلا اليوم سلمى ركزت على هي النقطه لانه كان في تنمر على كمان فكره انه الطفل بعمر كجنين كمان بيسمع موسيقى، فنحن علميا بنعرف هي القصه، ولكن تفاجئنا برده فعل الناس انه بيسمع موسيقى هو ببطن امه. فلك اليوم حبينا تركزي اكثر على هذا الموضوع، اليوم نحن عم نحكي ابحاث ودراسات علميه. صح. اكيد. طيب حكينا نحن عن العمر، خلينا نحكي عن الوقت. يعني اليوم التمرين متعب يعني صحيح؟
هلا بالنسبه للوقت كثير في عالم بتجي انه انا ما رح اقدر خلي ابني كل التمرين، طيب اوكي نحن رح نبقى الوقت يلي بيقدر يضل فيه الطفل ما في اي مشكله، فيكي تنسحبي وتاخذيه. فالام بتتفاجئ انه نحن اول ما بيجي الطفل نحن بنبلش البرنامج تبعنا كيف، اول شيء بنبذل مجهود عالي، بعد الطفل ما يبذل هالمجهود هذا بنعمل استرخاء، تمام، نعمل ارتفاع بنبضات القلب، تمام، كمان موجات الدماغ ما رح تكون منتظمه وقت نعمل هالمجهود العالي. بنحط الطفل اول شيء بدنا نقعد نعمل تامل بنسميه تامل النفس او تامل الصمت، يلي هو بس بدنا نحط نتنفس ونحط ايدنا على قلبنا ونشوف كيف نبضات قلبنا رح تهدى مع هذا النفس. نحن الطفل لما نعلمه كيف يتنفس وهي اول مرحله واول خطوه لليوغا سواء للاطفال او للكبار، نتعلم كيف نتنفس، بس الطفل تنفس الجمله العصبيه بالكامل رح تهدى، فبالتالي الطفل رح يكون مستعد لانه يستقبل اي امر او اي تمرين نحن بدنا نتوجه له فيه. وبالتالي ايضا كمان التنوع بالتمرين باسلوب التمرين بالطريقه اللي انت عم تعطيها للطفل هذا هو بيخليه كل ما زاد ممكن الوقت كل ما بتزيد الاستجابه كمان اكثر. طيب في بعض التمارين نقدر نعملها او حتى يعني نحكي شوي عن تفاصيلها لكل يلي عم بيتابعنا؟ تمام، نحن ابسط واول خطوه نحن رح برجع عيد لحضرتك هو تمرين النفس يلي بعد ما نبذل مجهود واعي بدنا نعلم الطفل كيف يكون بجلسه صحيحه سواء نحن على كرسي او مقعد قاعدين، اذا بتحبوا كمان تجربوا معنا نشتغل معك فرح يكون العالم. تماما، الكتفين مفتوحين، العمود الفقري على استقامه واحده، الكف اليمين على البطن لانه تحريك عضلات البطن للداخل هي اساس النفس السليم، تماما، والخارج بتساعد على امتلاء كامل الرئتين بالاكسجين وصولا طبعا لقاعده الرئتين. بالزفير بدنا نحرك عضلات البطن للداخل، تمام، انا عم بشرح بس التمرين قبل نحن ما نأدي، فسحب عضلات البطن للداخل كمان كرمال نطرح كل التعب وكل العوالق الموجوده بقاعده الرئتين. الكف الثاني رح يكون باتجاه القلب لحتى نحن ما يكون النفس صدري او ترقوي، تمام، نركز اكثر على حركه البطن. فمنبلش اول شيء بدنا نركز الظهر جالس مثل ما اتفقنا، الكتفين مفتوحين، اغماض الاعين، منبلش ناخذ شهيق وزفير هادئ ولطيف من فتحتي الانف، مع الشهيق سحب عضلات البطن للخارج، مع الزفير سحب عضلات البطن للداخل. طبعا مع تكرار هذا النفس لعدة دورات أكيد مو من أول نفس طبعاً. أوكي، فنحن رح يفرق معنا الموضوع لما نحن منكرر عدة أنفاس هادئة الطفل إنه كوتش نحن شو في قلبي ما بقى أنا ما بقى حسيت، تمام، صرت أهدى صرت ألطف، تمام، فهو بيفرق معه للطفل واستجابة الطفل كتير واضحة وجلية يعني بتلاقيها خلال التمرين. ذكرنا بالمقدمة أنه أيضاً اليوغا إلى نتائج إيجابية على الأرض على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلينا هيك شوي نعطيهم مساحة أكبر كمان. تماماً، نحن الفوائد إذا بدنا نذكر فوائد اليوغا للطفل الطبيعي أو طفلنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ما رح نخلص، لكن رح أنا لخصها بطريقة كتير لطيفة والجميع يعني يكون على دراية فيها، أنه نحن عم نخلق من خلال تمرين اليوغا وممارستها طبعاً مع الوقت والاستمرارية عم نخلق طفل واعي، طفل هو قادر يتعامل مع ذاته بالدرجة الأولى، مع محيطه، مع بيئته، مع رفقاته بالمدرسة، فبالتالي كتير مهم نخلق بهذا الجو بهي الضغوطات اللي ذكرتيها حضرتك طفل بهذا الوعي. فما بالنا بالطفل ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هو بيكون مقارنة مع الطفل الطبيعي حساسيته أعلى، فبالتالي رح تأثر عليه أكيد كمان بشكل إيجابي. بعض مثلا الحالات يلي بتكون إذا بدنا نحكي توحد أو اضطراب التوحد، فبيكون عندنا بعض الحالات أو الحركات النمطية أو العدوانية ممكن نوعا ما، تمام، فمع الوقت ممكن هذا الشيء يساعد الطفل، نحن بالنفس أو بعض التمارين عم ننقله من حالة لحالة فبالتالي بتساعده. من الأمور المبشرة واللي حابة ضوي عليها من خلال هذا اللقاء اللطيف معكم أنه صار في عندنا مراكز طبعا افتتح حديثا هي تعنى بعلاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالأمور التخصصية اللي هي نطق ونفسي حركي وأيضا باقي الجوانب الثانية لأي مركز ممكن يقوم فيها، لكن أنه بلشوا يفوتوا اليوغا كعلاج، تمام، ومنهم مركز مدى كل الشكر والحب للجهود يلي عم يبذلوها، فكمان هذا دليل على انتشار الوعي وأنه هن فعلا ثقافة. تماما، وانتشار هي الثقافة
ومدى أثره وفاعليته على الطفل. يعني إحنا ما بدنا نشتغل على الطفل بس جسد، أوكي زبطنا له حركة القدمين، النطق عنده، ربطنا النفس بالحركة، لا إحنا بنشتغل عليه من جوا على روحه، بس كان يعني بحالة من التوازن والراحة فرح ينعكس على باقي الجوانب، وبالتالي رح يأثر عليه بشكل قياسي أكثر، يعني نحن بوقت أسرع وبنتائج مبهرة. طيب بما أنه حكينا اليوم وقلنا يمكن اليوغا هي بتعتبر من الرياضات اللي السهلة شوية على الناس، ما أنا كتير صعبة لممارستها ولكن بحاجة لاستمرارية، صحيح، قد الوقت اللي ممكن الشخص يبلش فيه لحتى فعلا يدخل ويصير ملتزم باليوغا وتصير هي نمط حياة؟ تمام. هلا نحن كل ما بلشنا اكيد اي يعني ممكن نحن بمراكزنا بنستقبل مثل ما خبرت حضرتك صار في عندنا تمرين خاص هو للاطفال الاعمار اللي ذكرتها لاعمار كبيره، يعني حتى من الدورات اللي نحن عملناها مؤخرا في ناس بعمر 70 سنه عم تجي تخضع لدورات وتقوم بتمارين، يعني فنحن بنتفاجئ بهذا يعني اللطف او الحاله اللطيفه اللي عم توصل للناس. فما في عمر معين، ما في وقت معين، اللحظه اللي نحن بنلاقي انه جاهزين وفي عندنا وعي لنخوض هاي التجربه رح يكون هذا الوقت المناسب لنا، لانه هي بالنهايه رحله، يعني ما هي والله انا مثلا عملت تمرين وخلص مشي الحال حصلت على الشيء اللي بدي اياه، اسلوب ونمط للحياه الصحيه السليمه. حتى في صبايا كوتش بيروحوا لموضوع اليوغا كرمال الوزن، صحيح، يعني كرمال تخسر كم كيلو زيادة عندها بجسم اليوم، كيف اليوغا قادرة تأثر على موضوع الصحة؟ تماماً، كيف قادرة تأثر؟ أنا ذكرت أنه هي بميزة عن باقي الرياضات هي النفس المرافق للحركة أو التمارين للأسانة يوغا، الحركة الجسدية اللي منقوم فيها. نحن وضعية الثبات مع النفس هي اللي بتساعد على حرق الدهون، يعني ممكن في تمارين نحن نقوم فيها تمام، او لما بتزورونا بالمركز بتشوفوا انه في ناس بتقول انا ما كنت متخيله اليوغا هيك، متخيله اليوغا خلص هيك وخالصين تمام، الحركة يعني كثير تمارين، صحيح في كثير تمارين. هلا انت اعطيتينا بس النفس، صحيح كان كنا لازم ناخذ هيك شيء ثاني ممكن اكيد بمرات قادمه اكيد نحن كثير. طيب هذا النفس اليوم عم يساعد بتنزيل الوزن، اليوم في مده معينه للوحده ان اي حدا ياخذ نتائج اليوم نشوف في فرق اليوم؟ المدة مرتبطة بالنظام الغذائي اللي أنا حاططته، نعم، بالالتزام باستجابة جسده تمام، فهالأمور كلها ياتها بتلعب دور. يعني أنا ما بكفي أعمل يوغا وأرجع على البيت ماني ملتزمة بنظام غذائي تمام، لأنه هي الأمور كلها ياتها بالنهاية، يعني لكل شيء مثل ما بنقول شيء، يعني أنا بدي يكون في عندي نظام غذائي من قبل مختص إضافة للتمرين والتزامي بالتمرين، فهذا الشيء أكيد رح نلمس أثره بعد فترة. طيب خلينا نحكي اليوم شوية نصائح لكل الأشخاص اللي هن مو متعودين على اليوغا ويمكن أول مرة يدخلوا. بنعرف أي حدا بيعمل أي نوع رياضة بتكون البداية شوي صعبة، خصوصا إذا ما كان مارس الرياضات بحياته أو ما نوع من الناس اللي مثلا بيمشي كتير أو بيعمل مجهود عضلي. هل اليوغا بتكون أخف بالبداية بالتعلم ولا لا كل الرياضات نفس الشيء؟ هلا ممكن إيه تكون أخف، لأن إحنا منراعي موضوع العمر، الفئة اللي نحن جاي لعنا، الحالة الجسمانية، يعني نحن ممكن نبلش تمريننا على بحالة جلوس، نعم، تمام، إذا في حال عنا أي مشاكل صحية. وعادة نحن دائما مننبه على أي متدرب بيزورنا بأي مركز سواء بدمشق وريفة أو بالمحافظات السورية إنه نحن يا ريت تخبرنا شو المشكلة الصحية اللي بتعاني منها لحتى نقدر نحن في موانع نساعد. اليوم لحتى مو لكل الأشخاص اليوم نحن خرج إنه تفوت بهي القصة، صح؟ هلا نحن في نروح لكل الأشخاص بس بوعي، يعني أنا ما فيني يكون عندي مثلا ديسك وروح أعمل تمارين كتير قوية وقاسية حأذي حالي تمام، حيصير في عنا أذية. لا، نحن بدنا ندخل هاي الرياضة لحتى تساعدنا لحتى تعالج، ممكن بداية تكون علاجية بعد فترة نحن لقينا في تحسن، في تأقلمنا مع التمرين ممكن نحن نزيد وتيرة التمرين سواء بالثبات أو بالقوة، فنشتغل على هذا الأساس مع المتدرب، بس مثل ما خبرت حضرتك بوعي بده يكون أكيد دائما الوعي نحن منراهن عليه بكل أمور حياتنا. بنشكرك اليوم كوتش لحضورك، وإن شاء الله هيك ناخد بدول نصائح حلوين ونبلش نطبق على الأرض بشكل صحيح. شكرا كتير لألكم، يعطيكم ألف عافية، بنصح الكل طبعا يزورنا بمراكزنا إن شاء الله. ويزور صفحتنا على الفيسبوك لأي استفسار أي نصيحة، كمان لحتى يتابع باقي الأنشطة اللي عنا المركز السوري لليوغا والتأمل إن شاء الله. شكرا كتير لك لوجودك معنا. شكرا كتير للجميع.